تركت كل شيء وجيت رممت البيت الدمشقي اللي بيمحي حضارته، عم بيمحي شيء من حاله. وقت بتضربي مثلا الرمل الحجر بتضعفي، ما بيصير، هذا حجر قديم كتير ولسه بيعيش بعدي. البيت يعني مو ملكي، نحن ما عنا، هاد بيت ملك دمشق القديمة اللي عاصمة، أقدم عاصمة بالعالم، وأنا عندي احترام كبير. فشغلي مو مشاني، مشان أنا أفهم شو البيت وشو الحضارة. أقدم عاصمة بالتاريخ بشوارعها، حاراتها وأزقتها، جمعت بقلب كبير مختلف الأديان، الأطياف والجنسيات. دمشق حملت لكل شخص زارة رسالة محبة وسلام داخلي، فخلته يتعلق بتفاصيلها من المرة الأولى. وهذا الشعور يلي سكن سيدة إيطالية سورية عمرها حوالي 65 عام. Buongiorno e benvenuti qui a casa mia. Vi ricevo con estremo piacere e con la generosità tipica di questo paese. جريزابيلا بوبولاني ولدت بدمشق عام 1957. والدتها سورية ووالدها إيطالي. عاشت 10 سنين بالبلاد، وبفترة الستينيات غادرت لإيطاليا ودرست الفنون الجميلة، واستمرت بالعيش فيها لعام 1999 لتعود مجدداً وتشتري بيت قديم بحارة طالع الفضة. كان متروك للخراب ولكن عادت أحياؤه بروح عصرية. الآن بالشام، والدي من عيلة إيطالية قاعدين بسوريا من 100 سنة لنقول، فإذاً وتجوزوا سوريات، والبابا تجوز سورية طبعاً، وأنا خلقت هون. بعدين كنا نروح على المدارس، مدرسة الإيطالية، بعدين ما بقى في صفوف بعد السيرتيفيكا، انتقلنا على لبنان كم سنة. مع الوالد كنا نحكي إجمالاً إيطالي، ومع الماما كنا نحكي فرنساوي، ومع الباقي الدنيا نحكي عربي. هيك كان عربيتي تعتبر عربي مكسرة شوي، يضحكوا ولاد خالتي أو عمتي هيك، لأن هن كانوا يسابوا مدارس بالعربي. بس نضل نجي نصيف بسوريا لأنه الأهل والعيلة وكلهم كانوا بسوريا، يعني نصيف ببلدان. بال75 كنت خالصة بكالوريا، على كل كنت لازم أطلع مشان كفي دراستي. طلعت عمري 18 سنة. أنا اشتغلت من زمان هيك لوحات وهيك، كنت أرسم وهيك بس مشاني. بس أكتر شيء اشتغلت بالترميم البيوت، رممت بيت بعدين سكنته بإيطاليا، مشان هيك بعدين شجعت حالي هون، لأنه قلت لحالي أنا شفت كتير ودرست وهيك. نحن عنا زمن استهلاكي، لازم نحط على جنب ونصير منتجين مو بس مستهلكين. بعدين اشتغلت بمجال الترميم الأثار وهيك، واجيت ببرنامج سياحة ثقافية، بعتوني على سوريا لأن كنت بحكي عربي وهيك عشان نأسس هالبرنامج. وبعدين ضلينا هيك نسوي زيارات على سوريا. وقت تجوزت حبيت أعرف البلد لجوزي ولبنتي. بنتي جبتها عمرها 6 شهور على سوريا، عم تسفريها وأكلاتها وصرب. بتعرفي هدول الشغلات اللي الواحد بيفكرون. لا اجيت وانا عم برممه، اجيت البيت وانا اصريت وقت خلص الترميم اسكنه معه اول مره، يعني قعدنا سكننا سوا وهيك وكثير انبسطنا. وبنتي حتى اخر مره اجت هديك السنه تزورني، ضلت شهرين عندي. انا وقت بمشي بالشوارع بحس حالي عندي انتماء، ما بخاف مني، غريبه، بحس حالي انا من المطرح. ما بحب احساس الغربه هاللي بحسه برا. الناس كانوا يعرفوا كيف يعيشوا ويتكيفوا ببيت دمشقي، فوق بتعدي بالشتاء فوق وبالصيف تحت لانه بروده اكثر. يعني كان اجتماعي البيت العربي، معمول تنعيش مع بعضنا. كان بيت موجود بس كان مرمم برأيي بطريقة غلط. وقت كان عم بستشير مهندسين وهيك، كله كان عنده أفكار غريبة عجيبة بالنسبة إلي.
انت ما بتقدري تتخلي على الماضي والشور والشك، مشان هيك هون في تاريخ. ضليت 6 شهور رحل كل شيء مخالف، كان في بلاكين ودرج شبينت وهيك. انا كان شغلي مثل الباحث الاركيوم تشوف شو اساس البيت، وانا ترميمي طلعت اساس البيت، مو انه انا زدت شيء، بس رممته تقريبا بالريشه، لانه ضليت شيء 4 سنين و8 شهور اشتغل فيه، تقريبا يدوي كان كله مع مواد اصليه وهيك. ماما كانت تعيش حياة سورية، ما تحكي كثير، بس كل الاحتفالات، المحبة، الكلمة الظريفة، الطبخ، تحطنا هيك حوالين، نساوي ورقانة، بتعلمنا الكبة. المكان اللي بحبه خان أسعد باشا مثلاً، كثير كثير، وبحب الحارات حوالين الجامع كمان، هي وقت بوصل على الجامع شو بيسمون العواميد تبع جوفي، هي كتير بحس في طاقة قوية كتير. إذا بتفكري شو عم تحكي، شو شغلة حلوة، آخر شغلة هيك هي هي، لأنه يقولوا لي تصبحي على خير، إيه وتشوفي الخير، صرت أقول له أنت من أهله، شو حلوة هالتعبير، مثلاً هي واحدة من الشغلات، صباح الخير، إيه نورت الحارة بوجودك، يعني شغلات كتير حلوة. السيدة جرازابيلا خبيرة بالترميم، فهي أحبت فن العمارة القديم بالتصميم والتفكير، وكانت مخلصة وواعية لثقافة وأصالة هالمدينة، لهيك أعادت المنزل لأصله مع بعض الإضافات الصغيرة يلي ما بتأثر على طرازه المعماري، وحولته لتحفة دمشقية. Allora, volevo dire che nella vita nulla è impossibile, bisogna sempre mirare in alto e avere molto coraggio nell'affermare e nel difendere le proprie convinzioni. Io adoro la Siria e penso che l'Italia e la Siria abbiano molto in comune e il dialogo e la fratellanza sono indispensabili. Grazie e arrivederci.